وننتقل الآن إلى نيويورك للإطلاع على أخبار البورصات الأمريكية مع مراسل فرانس 24 في بورصة وول ستريت أحمد فتحي. أحمد، كيف أغلقت اليوم المؤشرات الرئيسية للبورصات الأمريكية؟ جميع مؤشرات البورصات الأمريكية أغلقت اليوم على انخفاض، فالداو جونز أغلق عند مستوى 12772 نقطة بانخفاض حوالي 124 نقطة، وهي تمثل نسبة 0.96%. الناسداك أغلق أيضا على انخفاض وأغلق عند مستوى 2937 نقطة عند بنسبة انخفاض 1.3%. الاس ام بي 500 أغلق عند مستوى 1354 نقطة منخفضا بنسبة 0.95%. الذهب، النفط جميعهم أغلقوا على انخفاض. الذهب أغلق عند مستوى 1584 دولار الأوقية منخفضا بحوالي 24 دولار، والنفط أغلق منخفضا 3 دولارات ليغلق عند 87 دولار 18 سنت. بالنسبة للأسهم الأمريكية، نرى اليوم أن بالرغم أن الاتجاه العام للسوق كان منخفضا، إلا أنه أسهم شركات الطيران قد ارتفعت وتراوحت نسبة ارتفاع بين 3 و3.5%، مثل دلتا إيرلاينز وكونتيننتال إيرلاينز، ويرجع هذا إلى انخفاض أسعار النفط بنسبة مؤثرة. بالنسبة للداو جونز، من الأسهم اللي هي مدرجة في هذا المؤشر، نرى أن شركة ماكدونالد للوجبات السريعة كانت أكبر الرابحين اليوم بنسبة ارتفاع حوالي 0.5%، وبينما كانت الشركة في ذيل القائمة هي هيولت باكرد التي خسرت أكثر من 3.5% اليوم. نجيب أحمد فتحي، مراسل فرانس 24 في بورصة نيويورك، شكرا جزيلا لك.